مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج نص ضربه مع جدية، البرنامج اللي عودكم دائما انه يستضيف نجوم في مختلف المجالات لالقاء الضوء على جوانب مختلفه في حياتهم واهمها المطبخ. نجوم اليوم مميزين ومتميزين في مجالهم، لكن هل لهم علاقه بالمطبخ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه الحلقه. في بدايتي وكعادتي دائما خلوني أرحب بأعضاء لجنة التحكيم، ابتداء من الجميلة إخلاص. أهلا، إزيك؟ أهلين دكتور فيصل. مرحبا أستاذ كمال. أهلا، والفرقة الشبابية المصاحبة طيلة شهر رمضان معنا، وأيضا الشيف الجميلة وردة. الفن والطبخ يربط بينهم الإبداع، وهذه الحلقة سيكون فيها إبداع شبابي. قبل أن نتعرف على هؤلاء الضيوف المميزين والمتميزين كما ذكرت، دعوني أقدم رسالة تقدير وود وعرفان للشركات الراعية لهذا البرنامج، وهو برعاية كريمة جدا من شركة مروج، ديجيتك، دار الشرطة السودانية، سارتاش، زيوت مرحب، شركة جياد أو منظومة جياد، شركة توباز، مياه سوبا، هايبرديل للأوراق المالية، وأيضا زيوت مرحب. مشاهدينا، أنتم وأنا سنتعرف على ضيوف هذه الحلقة من خلال هذه البطاقة التعريفية. أنا نادر عثمان جمال الدين. رمضان كريم عليكم يا جماعة. أنا سعيد والله جدا أن أشارك في برنامج نص ضربة مع الأستاذة جدية، ومعايا الليلة زميلي هاني عبدين. يا هاني عبدين أنا جاي أغلبه طبعا يا جماعة إن شاء الله، يعني في الطبخ طبعا، لأنه أنا عارف أنه هو ما بيعرف حاجة، لكن والله يمكن رانيا زوجته تكون علمته ان شاء الله. السلام عليكم كل المشاهدين، رمضان كريم عليكم. انا هاني عبدين، سعيد الليله اكون في برنامج نص ضربه مع جديه مع الزميل نادر، وان شاء الله تكون منافسه غير شريفه خالص على المطبخ يا اخوان، وان شاء الله غالب وغالب ان شاء الله. إذن مشاهدينا، دعوني أرحب بضيفي الأستاذ الفنان الجميل هاني عبدين، عضو فرقة عقد الجلاد السابق وعضو كورال كلية الموسيقى والدراما الحالي. أهلا ومرحبا. كيف الأحوال؟ إن شاء الله تمام أستاذ. كيف الأحوال؟ تمام تمام. كيف الأحوال؟ هاني سلامات، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. الله أكرم، الله يخليك. وأيضا ضيفي الآخر الفنان الجميل نادر عثمان جمال الدين، عضو مجموعة كورال الموسيقى والدراما. أهلا مرحب. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، كيف الحال شباب؟ أهلا، إزيك؟ كيفك تمام؟ عابدين يا أخي، كيف الحال؟ يعني أنا بين نادر وبين هاني، وما أجمل نادر وهاني من حيث الأداء، من حيث التميز، لكن هل يحمل نفس الجمال داخل المطبخ؟ حأبدأ بداية العادية، وسؤال الافتتاح هو علاقتكم بالمطبخ كيف؟ إذا بديت بيك أنت يا نادر. ما هو الكبير يا جماعة. خلينا المرة دي نبدأ بالأصغر. والله يا أخي أنا علاقتي بالمطبخ في بيتي يعني بإذن الله. والله صراحة حكون شغال أنا، يعني أنا مقتنع. يعني أنت حطبخ أنا. عندك علاقة كويسة. لا، ما عندي علاقة بأي حاجة، أنا اللي عندي علاقة بأي حاجة. أنت في خطر. أنت في خطر. دي حرب نفسية يعني، ما تشتغل. أيوه طبعًا. نادر شغال لاعب ضاغط. وضاغط نفسي كمان على هاني، لكن حنشوفهم لما يدخلوا المطبخ حيدوها كيف. تعرف تعمل باميه؟ كيف يا اخي؟ هل فيها الشوكلي؟ يا تفي يوم الباميه خشم بيوت، في واحده مفروكه، في واحده مقسومه النص كده يعني، بتكون صغار صغار كده. لا والله شاطر. مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، وزي ما شايفين انه نادر وهاني داخل المطبخ بكامل الاستعداد النفسي والذهني والبدني. وبما انك شاطر جدا في المطبخ يا نادر، مكونات السمبوكسه هي شنو؟ على حسب الحشوه طبعا، الحشوه بتختلف يعني، ممكن اشكالها تختلف. شوف الكلام زاد يتغير كيف. والعجينه يعني بعدين حنفرد عشان نعمل بها السمبوسه. طيب الحشوه بتعرف تعملها كيف؟
ممكن اذا لحمه سايق لحمه مفرومه كده يعني تاخذ نص استوى لانه بعدين في النار في الزيت بتجي تنجط يعني عبدي شفت بعد ذلك في الجزر بجبنه ممكن يعني ناخذ جبنه ليلة بشكل احنا يعني بنخدها في المطبخ يعني. لا 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 ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك والله انسحب والله هاني علاقتك الجميله بالمطبخ وحلتك المنغير صلصه مع انه احنا عندنا صلصه رائعه جدا هي صلصه الفراشه لكن حصل عملت معجنات والله يا اخي المعجنات دي اول مره حكون عمل الليله ما قاعد احب اكلها يعني ايوه ايوه صح والله بامانه انا اقول لك ايام الكورال لما نكون دايرين نمشي ناكل او نفطر نقول بيقول لنا هنمشي وين يا جماعه؟ نقول او اقرب حته لنا الطازه يعني ولا نقول نمشي خلاص ناكل بيتزا بيتزا لا شوف يا جماعه انا داير لي اكل صينيه كده عيش تغمس الشطه قال لي الاكل ده زي ده ينفع معي جنبهم محل السمك يمشي ياكلوا بيتزا النازل ده بدينا ناكل يا اخي يعني انت اليوم متورط تماما والله يا اخي لكن ان شاء الله ان شاء الله بتظبط حتجتهد لان انا بتذكر مره انت طبخت لنا طبخه في برنامج سابق استضفتك فيه مع المدام برضو كان ورطوني العمل بينكم فيه ثنائية جميلة جدا يعني والعمل في الكورال مختلف وعنده نكهة خاصة إذا بديت بتجربتكم في الموضوع ده مع بعض والله يا أخي أول حاجة نحييهم كلهم فردا فردا وكل شباب كلية الموسيقى والدراما باعتبار أنه يعني بيمثل لنا بقى البيت الكبير يعني بتلاقي فيه كل الناس اللي بترتاح لهم بتغني معاهم كده غير كده يعني الحاجة الثانية برضو يعني أضاف لنا شديد في خبرة إنك كيف تتعامل مع غنى المجموعات بالذات الكبيرة وصيغة في النفس وكده والأدائيات ويعني يعني أنت تكلمت عن الثقة في النفس وفي الأداء العمل مع كورال كبير ومجموعة من الفنانين يتطلب التركيز وطول النفس أكيد. كيف تقدر تقيم تجربتك؟ والله يا أخي تجربتي أنا في الكورال والله ناجحة بكل المقاييس يعني ما في أي غرور في الكلام ده بقدر ما إنه يعني دي السكة الصحيحة للموضوع ده يعني أنا جيت قريت الكلية الحمد لله يعني حتى ده نتائج القرايه اللي انت فيها دي يعني كبراكتيكال عموما اللي انت بتعمل فيه لكل الناس ما بس تخصصك اللي انت بتاع الغناء ده يعني للموسيقي وللدرامي وللناقد ولكله فهي بس نتائج يعني اللي انت بتعمله في السنين دي كلها ده اللي حيخليك يعني تكون لازم تكون زي البيرفكت لانه دي الحته يعني بتوعنا بتدريس الفنون في السودان صحيح فحتى على مستوى الكورال يعني فعشان كده بتطلع الحاجه كويسه يعني والبحث عن التميز بيأثر فيك وبيخليك تكون كويس انت بقى. البحث عن التميز هو صفه المبدعين وانا الان عايزه اسمع من المبدعين الشباب اول لحن في هذه الحلقه
يا هاني، يعني الاداء ما فيه كلام، طبعا الصوت ما فيه كلام، بس كان الاجمل انه انت شايل، ايوه ده كان يبدو انه شعار البرنامج. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مره اخرى. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، وطبعا قبل الفاصل كانت اجمل اغنيه من الجميل هاني. دائماً على الفنانين الشباب أو على كل الفنانين مسؤولية مجتمعية، أكيد. والمسؤولية دائماً هي عبارة عن رسالة لأجيال تأثرت بكم بما إنكم أنتوا نجوم. كيف الواحد كفنان بيقدر يحافظ على شكله عشان يؤدي رسالته بشكل يعني مسؤول اتجاه الأجيال اللي ممكن تتأثر فيه؟ والله يا أخي بتخيل لي إنه أي فنان أكيد تأثيره على المجتمع بيكون كبير، بالذات يعني هسي الجيل الحالي ده يعني بتشبه شوية بالفنان بكل تفاصيله، حتى يعني بيمشي للبيز بيمشي لأبعد من كده. فبتخيل لي كلمة فنان ذاتها لما يعني تطلق على الزول مفروض يكون يعني حاجة كده الكمال لله، ما بس غنى، تكون إنسان في المقام الأول، تكون زول يعني محترم راقي، كل الحاجات دي بتكمل الموضوع بتاع الفنان دي. يعني هاني عبدين، ما بين الأداء الفردي والكورال وفرقة عطجلات. والله يا أخي طبعا أي زول بيجي يقول لك زول الغنى في مجموعات ما بينجح في الغناء الفردي، لكن طبعا دي فكرة مغلوطة خالص. زول بيغني ده مفروض يغني في أي كان، يعني مع مجموعة بدون مجموعة براو. أنا بالنسبة لي كانت شوية يعني
سهلة لأنه أنا كنت بمارس أغني براي يعني حتى في الحفلات الأعراس وكده يعني فما بالنسبة لي ما كانت حاجة صعبة بالعكس يعني هي دعمتني شديد يعني طبعا التأثير ممكن يكون فنيا بيقصده يعني ما إنه مثلا يعني براك ما بتعرف لكن يعني الغنى الجماعي بصراحة لو أنت يعني مواصل في الغنى الجماعي ما بتنجح ما بتنجح لأنه أنت أصلا بيكون مؤثر عليك كثير يعني إذا كان على مستوى خطوط أو حاجة معينة أنت هنا بتأديها عندك وظيفة معينة يعني ممكن يأثر برضه على غناك لو أنت ما قدرت تسيطر على الموضوع ده يعني سواء كان توزيعك تينور ولا باص ولا كده بتكون محدود في حتة معينة في بناء معين كده ما لا في أنت ما بتاع يعني ما كثيرة نسبة لخامة صوتك أو كده أنت التجربة استفدت منها شنو؟ التجربة الجماعية والله يا أخي أنا يعني عاملة نادر الهسي ده ما في اثنين ثلاثة لكن أنا بحب الغنى الجماعي ده يعني الهارموني عموما يعني وقع على أغاني بكون هي متأصلة جواك من خلال يعني الجميلات البلابل الله والله يا أخي البلابل يعني حتى ذاتهم في الزمن ذاك يعني هم ثلاثة على الأقل سولوس كده باعتبارهم ما زي تجربة الكورال أو أيا كانت المجموعة لهم أزيد من 15 نفر ويكون على الأقل في يعني في بنات أولاد في خامات مختلفة في باص في تينور في آلتو في سوبرانو صحيح ده بيجيب خطوط يعني مختلفة بتعمل هذا بلا شك ليه لأنه على الأقل دي الحاجة اللي أنا قريتها يعني أنا محتاج أكون في الليفل ده مثلا وأعلى منه يعني ما الحاجة بطمح لأكبر من كده إنه بس أسمع عشان أرضي زي ما يقولوا الغرور بتاعك بتاع الموسيقى ده يعني حنجي راجعين ونتكلم في نفس الموضوع لكن مشاهدينا نطلع فاصل نرجع مرة تانية مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية ويا وردة وصلوا وين الشباب الجميلين هاني ونادر هاني انت نادر لسه نادر لسه انت لا من الأكل يعني أنا انتهى عموما يعني شكلك عملت واحدة عملت حشوة بالجبنة وحشوة لا بالخضر لا أنا عملتها باللحمة المفرومة بالزبيب ومعها جزر واحدة فاضية واحدة فاضية عشان حيشيلها هاني عبدين هاني يعني الثنائيات في العمل معروفة وأيضا الثنائيات في العمل الفني والدرامي تكاد تكون معروفة وإنت عندك زوجتك هي أيضا موسيقية كيفية التعامل في البيت أنت والأستاذة رانيا؟ والله يا أخي هو التعامل الفني ده كان أول أيامات بس لكن بعد ما الأولاد جو بيجوا ما في تعامل رأيكم شنو في الكلام ده؟ أول حاجة أنا بحييها من هنا أقول لها رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين كمان بنحييها ليلين وعبدين الله يخليهم إن شاء الله إن شاء الله يا رب والله يعني في البيت بتكون في استشارات يعني مرات مثلا يا أخي الغنية دي مثلا مفروض نغنيها سوا كده بالذات لما نكون مثلا في يعني ماشيين على شغل يعني وباله بكم يوم بنحاول نحضر الحاجات المفروض نغنيها سوا دي لا لا دي أنا ما بحبها وأنا دي ما أعرف شنو كده أنا حأسمع أغنية جميلة بصوتك يا نادر نسمع ولا ناكل؟ حنسمع وبعدين ناكل رح. وعلى فكرة ما أنت اللي حتاكل ما أنا؟ ما كان اجتهدت كده والله
يا سلام ونحن بجد مجبورين انه اليوم حنتذوق اللي صنعته ايديك ويبدو انه انت جاهز. لكن يعني قبل ما نصل لمرحله التقديم يا ورده، مين اللي كان فيهم منضبط ومجتهد جوا المطبخ؟ استاذ هاني. الله استغفر الله، قولي استغفر الله، قولي استغفر الله، الله يحاسبك. طيب والله انا يعني لا حول الله، يعني ده كيف؟ معلش معلش، سامح يا رب عشان تهدى نفسيا يا نادر. انا هاطلع فاصل وارجع مره ثانيه مشاهدينا. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، ويبدو انه احنا خلاص على مشارف التقديم وانتهيتوا من تحمير السمبوكسه. دائما العمل الجماعي او العمل في مجال الفنون يعني بيعرض احيانا النجم لمواقف مختلفه، او حتى النجوم ما بينهم بتكون في بعض المواقف داخل العمل.
والله يا اخي انا بهي ما قصه انه بين النجوم دي خليها انا بمناسبه اكل دي حقوم يعني حصل لي منظر كان عجيب جدا في السوق الشعبي خرطوم قبل فتره يعني. فزمان الواحد لما يكون ماشي مثلا بتاع التسالي بتقوم تشيل منه حته كده تمشي بتاع الفول مثلا بيشيل منه حته وتمشي ماشي معي زول صاحبي فجاي ماشيين من السوق الشعبي كده في زول عنده كميه من التشاطه بتاعت البلح وانا جيت ماشي كده يعني في قلت شت لي بلحه كده وماشي كده خطه يا راجل خطه زول معي ده طبعا من الضحك زي حول ال انا ولا زولك تسد عليه صراحه يا الحجاب غالي وانت خمشت التسالي ولا غيره انا صراحه مواقفي كثيره يعني ما حستحضر موقف ذاته لكن انا اصلا عامل كده بصراحه يعني زول يعني بحب اكون بضحك طوالي مع اي زول في اي وقت ودي طاقه لكن ما بأثر على يعني الحاجه الجاده او الشغل يعني دي طاقه ايجابيه قدر ما انه يعني حياتي كلها مواقف ورده نحن وصلنا اي مرحله مرحله التقديم في هنا نص ضربه مع قلب ضربتك يا سلام مكتوبه يا سلام اوكي اوكي هنا انت الان مستعد انا مستعد خالص نفسيا خالص انه انا اخذ صحنك لا حول الله واقدمه وين وصلنا لابد من نتيجه ولابد من فايز واحد نعم طيب يعني تذوقنا الطبق المقدم لنا ومجهود كبير جدا ونتائج مبشره انه الشباب الاثنين يعني حيكونوا ما شاء الله عليهم بعدين في بيوتهم وكذا نادر 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 كينور وهاني باص بعد ما نقول بريت لقينه هو باص يعني الصوتين مختلفين تماما لكن كل واحد عنده طلاوته وحلاوته الى ان الميزان الموسيقي استقر على نادر عثمان يا سلام والله برضه انا فايز اهل عبدي مبروك مبروك يا نادر مبروك وهارد يا هاني انا دايما بقول يا سلام انا دايما بقول انه ما في خاسر وما في فايز بالعكس احنا كلنا فايزين في خوض هذه التجربه لانه هي رساله وتقع على عاتق الجميلين في المجتمع والمبدعين هذه الرساله وشهد أنتم وأنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أراكم غدا في نفس الزمان نفس المكان أما الآن لحن الختام مع الجميل هاني ونادر
اسمر وجميل جميل جميل وطني